بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم قناة جنال تعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ سنة ثالثة متوسط، فرض مقترح مع الحل. فلنبدأ على بركة الله. لو تكست ان اوم دو 57 رجل يبلغ من العمر 57 سنة، ماسون دو سون ايتا يعمل بناء، افي جودي ان فان دو ماتيني ان شيت مورتال، يوم الخميس في نهاية الصباح قام بسقوط مميت، ابارتير دو برومي ايتاج دون ميزون حمام بوحجار، سقط من الطابق الأول لمنزل في حمام بوحجار. La victime qui a exécuté des travaux de maçonnerie sur ce niveau de cette construction. الضحية يقوم بأعمال البناء في هذا المستوى، في هذا البناية، في البرومي إيتاج معناتها في هذا البناية. أوغي بروبابلومون perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. احتمال يكون فقد التوازن تاعو قبل ما يسقط في الفراغ. سيفيرمون توشي على تيت، تلقى إصابة خطيرة على مستوى الرأس. سور لو بافي، الرأس تاعو جا فوق لو تروطوار على الرصيف. لو ماسون سيكومبرا جوست ابخي سون ادميسيون او اي ام سي دو حمام بوحجار. البناء مات مباشرة بعد نقله إلى EMC هي ليزيرجونس ميديكال في بلدية حمام بوحجار. إن أنكيت أ إيتي أوفيرت باغ لا بوليس، تحقيق فزح من طرف الشرطة. نحن نشوف الأسئلة. لا سورس إي لو كوتيديان دوران ديمانش لو 16 سبتمبر 2012. لي كيستيون كومبريونسيون دو ليكري. De quel événement s'agit-il dans ce texte؟ واش هو الخبر اللي يهضروا عليه في هذا النص؟ اللي هنا نطلب من التلاميذ يحطوا ورقه وسيه اللي يحاولوا يجاوبوا، او على الاقل يجاوبوا شفهيا. Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer؟ واش من جزء من الجريده نقدروا نصنفوه؟ Choisis la bonne réponse. اختار الاجابه الصحيحه. A ايكونومي في جهه الاقتصاد، B سبور رياضه، سي بوليتيك سياسة، دي سوسيتي أخبار المجتمع. سو تيكست غولات على واش يحكينا. أن في أنسوليت خبر نادر، حدث نادر الحدوث. أن أكسيدون حادث، أمي في جريمة. غيبون باغ فغي أو فو، أجيب بصحيح أو خطأ. لو ماسون أ بيردو سون إيكيليبر أفون دو شوتي دون لو فيد، البناء فقد التوازن قبل السقوط في الفراغ. صحيح أو خطأ هذه الإجابة؟ حين جاوبوا صحيح أو خطأ بالرجوع إلى النص. لو ماسون اي ديسيدي سور لو كو، اسكو مات سور لو كو معناتها سور بلاس. كومبليت لو تابلو سويفون دابخي لو تيكست. كي من كوا ماذا او اين، نحوسو على لو ليو. Quand, meta, le temps, comment, كيف, le sisi, m, لهنا, comment. حفظونا كيف صار الحديث هذا. Relève du texte deux mots appartenant au champ lexical de l'accident. استخرج من النص كلمتين ينتميو إلى الحقل المفاهيمي تاع لو مو اكسيدون. واش معناتها الكلمة كي نقراوها نعرفو بلي راهم يهدرو على اكسيدون، يهدرو عندها حالة علاقة بالحوادث. Septième question, souligne d'entrée l'indicateur de temps. Sattar bi sattar wahid, darf zaman. Et de deux traits, ou sattarain, l'indicateur de lieu, darf le mekan, dans la phrase suivante. Le jumla tsalia. Un maçon a fait jeudi en fin de matinée une chute mortelle à partir du premier étage d'une maison à Hammam Bouhadjar. Mm.
Huitième question, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. عندنا أفعال ما بين قوسين صرفوها في le passé composé. Le premier verbe arriver, deuxième verbe transporter. Les pompiers arrivaient rapidement sur le lieu de l'accident et ils transportaient l'homme vers l'hôpital. Dans ce texte, l'auteur choisit la bonne réponse. Raconte, يحكي, explique, يشرح ou bien décrit, يصف. نروح نشوفوا الأجوبة مع بعض. La production écrite. تابع الكتابي. À partir de ce tableau, rédige une brève de 3 à 4 lignes. انطلاقا من هذا الجدول, اكتب بغاف خبر موجز في ثلاث جمل أو أربعة أو سطور سطور. قال لك 3 à 4 lignes. N'oubliez pas d'employer le passé composé. لازم تصرفوا لي فيرب في لو باسي كومبوزي. Accordez correctement le participe passé. كي نصرفوا في باسي كومبوزي لازم نديروا l'accord de du participe passé. Qui, une fillette, طفله صغيره, quoi, fauchée par un véhicule, صدمت بطرف مركبه, ou près du domicile parentale à Sanger, أمام منزل والديها في منطقة Sanger. Quand ce jeudi soir, متى خميس مساء, comment le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, السائق فقد السيطرة على مركبته. نروح نشوفوا الأجوبة. Compréhension de l'écrit. Dans quel événement s'agit-il? De quel événement s'agit-il ce texte? Une chute mortelle d'un maçon à partir du premier étage d'une maison à Hammam Bouhadja. سقوط مميت لبناء من الطابق الأول لبناية في حمام بوحجار. هذا هو الإيفينمون الخبر اللي راهم يهضروا عليه في هذا لا بغيف. Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer? On peut le classer dans la rubrique Société, في أخبار المجتمع. Ce texte relate, يحكي لنا, un fait insolite, un accident ou bien un méfait. يحكي لنا على un accident, le حادث. Quatrième réponse, vrai ou faux? Le maçon a perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. Vrai. Le maçon est décidé sur le coup. Faux. ما ماتش سور بلاس حتى نقلوه للمستشفى. مات في المستشفى. ديسيدي معناتها مات. ميم لو فيرب سيكومبي معناتها مات. عندهم نفس المعنى. كومبليت لو تابلو دابخي لو تيكست. نعملو هذا الجدول من النص. كي من ان نوم دو 57 او بيان ان ماسون. كوا افي اون شيت مورتيل سقط سقوط مميت أو أحمام بوحجار. كون جودي أون فان دو ماتيني. كومون إلا بيردي كيفاش صرا هذا الحادث. إلا بيردي سون إيكيليبر أفون دو شوتي دون لو فيد. فقد التوازن قبل ما يسقط في الفراغ في لو فيد. غولاف دي تيكست دو مو أبارتونون أو شون ليكسيكال دو لاكسيدون. استخرج من النص كلمتين يعبرون على l'accident. كي نقراو هذه الكلمه نعرفوا باللي il s'agit d'un accident, حادث. عندنا par exemple une chute, سقوط معناتها يدل على حادث. mortel مميت. la victime دائما في الحوادث عندنا دي victime ضحايا. la police toujours في les accidents يحضروا لي policier. enquête تحقيق. هذو الكلمات عندهم علاقة بالحادث. كاين تلاميذ اللي يهزو برك باغ اكزومبل يهزو اون ميزون ولا نو نقولهم هذا خطأ. لازم الكلمة كي تقراوها ولا تسمعوا بها تعرفوا بلي يهدر على ان اكسيدون على حادث. هذا هو لو شون ليكسيكال دو لاكسيدون. سولين دان تخي لانديكاتور دو طون اي دو تخي لانديكاتور دو ليو. Un maçon a fait jeudi en fin de matinée. Jeudi en fin de matinée, c'est un indicateur de temps. Une chute mortelle à partir du premier étage d'une maison à Hammam Bouhadja. Hammam Bouhadja, c'est un indicateur de lieu. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. On a le verbe arriver, les pompiers sont arrivés. Sauf à être. Donc. كاين على كور لي بومبيي بلوريال سينغولير زيدو الاس تاع الجمع. رابيدمون سور لو ليو دو لاكسيدون اي ايل
transporté Tsarma à voir, ils ont transporté l'homme vers l'hôpital. Le neuf le passé composé, médecin sèche, déroule l'accord du participe passé. Dans ce texte, l'auteur A raconte, toujours Akhbar, les journaux, l'auteur raconte, Yahki, parce que c'est un texte narratif. La production écrite, l'anam dit comme Tabir, Mithel, Boshnebda, Rohul Zaman. اكتبوها كما راهي سو جودي سوار نكتبو زمان ومن بعد واش صرا قادر نزيدو ميم لو اليوم بصح لهنا في هذه الحاله نبداو بكي من ان فيات واش صرا لها فوشي بار ان فيكيل هاني هزيتها كما راهي ما زيدت والو ان فيات بصح نصرفو لي فيرب فوشي اي تي فوشي بار ان فيكيل صديمت من طرف مركبه وين المكان هزيتو كما راه بري دو دوميسيل باتور با parentèle, madame le manzil taha à son gueule, point, le chauffeur Saïk a perdu le contrôle de son véhicule. Le Saïk faqad sitara ala markabati, cela a conduit à l'accident. Hada mat sababa fil hadith. A conduit, c'est le verbe au passé composé. Les mecs qui goulkoum ktbou hadi, c'est une brève. لازم نصرفوا لي فيرب او باسي كومبوزي نمدو لو طون لو ليو اي لي كوز دو لاكسيدون لا فين دو لا فيديو ميرسي بور فوتر اتونسيون الى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.